نشرة أخبارية الخامسة. أهلا بالجميع. والبداية بالعنوان: رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يشرف بالأكاديمية العسكرية لشرشال على مراسم تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2023-2024. رئيس الجمهورية يتابع استعراضا عسكريا لمختلف القوات عكس مستوى عاليا من الدقة والتنسيق والاحترافية لدى الجيش الوطني الشعبي. الفريق أول سعيد شنقريحة ينوه بالاحترافية العالية لجيشنا العتيد وتحضيره الجاد للكفاءات، يشيد بمبادرات الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية لمساعدة دول الجوار. تحسباً للانتخابات الرئاسية المسبقة، تواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، وندوات تحسيسية لتشجيع الشباب على المشاركة القوية في الاستحقاق المقبل. تتويجاً لحفلات التخرج السنوية للدفعات بمؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي، أشرف اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين على مراسم حفل تخرج الدفعة 55 من التكوين الأساسي، الدفعة 17 من التكوين العسكري القاعدي المشترك، الدفعة 8 لضباط دورة الماستر. وكان في استقبال السيد رئيس الجمهورية بالمدخل الرئيسي للأكاديمية الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مرفوقا باللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء سلمي باشا قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال. بعد الاستماع إلى النشيد الوطني قدمت للسيد الرئيس تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. ليحيي بعد ذلك السيد الرئيس مستقبليه كلا من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري واللواء عمار عثمية قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني قادة القوات والدرك الوطني.
وعند مدخل الأكاديمية وقف السيد رئيس الجمهورية وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين الذي تحمل الأكاديمية اسمه، ووضع إكليلا من الزهور عند المعلم التذكاري المخلد لاسمه، وتلى فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة. بعدها انتقل الوفد إلى ساحة العلم، حيث أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون على مراسم حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2023-2024 التي استهلت بتفتيش التشكيلة العسكرية المصطفى بساحة العلم. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الأكاديمية جاهزة للتفتيش، المدير العام للتعليم العميد برشاوة السعيد. بعد مراسم التفتيش قام تشكيل من 6 طائرات بتزيين سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية رمز الهوية والاستقلال، يتبعه سرب مشكل من 6 حوامات لتقديم التحية الشرفية لرئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يتقدم الاستعراض الجوي بتشكيل ل6 طائرات من نوع AL-39 لتدريب القاعدي والمتقدم، لتقديم تحية شرفية لسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مزينة سماء الأكاديمية بألوان الراية الوطنية رمز الهوية والاستقلال والانتماء لهذا الوطن المفدى. يتبع السرب الأول سرب آخر مشكل من 6 حوامات تتقدمه حوامة للتدريب من طراز سوكول حاملة للعلم الوطني مرفقة بحوامتين من نفس الطراز و3 حوامات أخرى تدريبية من طراز كوالا، يؤديه نسر الجو الأشاوس وفاء منهم للعلم الوطني. الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شكر في كلماته السيد رئيس الجمهورية على تفضله بالإشراف على مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال الذي يتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 62 لعيد الاستقلال. يطيب لي بهذه المناسبة المتميزة أن أتقدم إليكم السيد رئيس الجمهورية باسمي الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأسمى آيات الترحيب وأزكى عبارات الشكر والامتنان على هذا التشريف الذي حظيتمونا به اليوم بمناسبة إشرافكم على مراسيم الحفل السنوي للتخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين. الشكر موصول
كذلك لكافة الضيوف الكرام، كل باسمه ومقامه على مشاركتهم لنا هذه المناسبة الفارقة. ولا يفوتني جميعا، وبلادنا الغالية تستعد لإحياء الذكرى 62 للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، أن نقف وقفة تذكر وترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، شهداء المقاومة الشعبية المتتالية، وشهداء الثورة التحريرية المظفرة، وشهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأعز ما يملكون من أجل الحفاظ على هذه الأرض الطاهرة التي سيبقى المخلصون يدافعون عنها مهما كلفهم ذلك من جهد وتضحيات. الفريق أول سعيد شنقريحة أكد أن الأكاديمية العسكرية لشرشال تطلع على غرار باقي المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي بتكوين إطارات من ذوي الكفاءات العالية المسلحين بمختلف أنواع العلوم المتشبعين بالقيم الوطنية والجمهورية والمدركين للسياقات والتحولات كافة التي يعرفها عالم اليوم. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إننا في الجيش الوطني الشعبي وفي إطار تنفيذ توجيهاتكم السامية ندرك جيدا أن إرساء أسس جيش قوي قادر على أداء مهامه الدستورية بكل كفاءة واقتدار إنما يبدأ من إرساء منظومة تكوينية قوية تضطلع بتكوين إطارات من ذوي الكفاءة العالية المتسلحين بمختلف أنواع العلوم والمتشبعين بالقيم الوطنية والجمهورية والمدركين لكافة السياقات والتحولات التي يعرفها عالم اليوم. ومن هذا المنظور فقد أكلت للمنظومة التكوينية في الجيش الوطني الشعبي مهمة غرس ثقة العسكري المحترف في أذهان المستخدمين، لأن الاحترافية بمفهومها الشامل هي الضمانة الأكيدة للتحكم في القوات وفنون الحرب وفي كل عناصر القوة ومقتضيات النصر. الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نوه بتخرج أول دفعة من الطلبة الضباط العاملين من العنصر النسوي لفائدة قيادة القوات البرية اللواتي سيوجهن للعمل على مستوى وحدات قوام المعركة، ما يعكس الاحترافية العالية التي بلغها جيشنا العتيد وتحضيره الجاد للكفاءات من النساء والرجال لتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن. في هذا الإطار وعلى غرار المدارس العليا للطيران بطفراوي التي عرفت يوم 13 جوان الفارط تخرج الدفعة الأولى من الضباط الطيارين الإناث في تخصصات المطاردة والنقل والحوامات، وكذا تخرج دفعات أخرى من معظم المدارس العليا العسكرية وفي مختلف التخصصات والأسلحة، ستشهد الأكاديمية اليوم تخرج أول دفعة من الطلبة الضباط العاملين من العنصر النسوي لفائدة قيادة القوات البرية اللواتي سيوجهنا للعمل مع على مستوى وحدات قوام المعركة، ذلك ما يعكس الاحترافية العالية التي بلغها جيشنا العتيد وتحذيره الجاد للكفاءة من النساء والرجال لتحمل مسؤوليات الدفاع عن الوطن. هذه الخطوات المعتبرة تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي ما فتئت تحققها
المرأة في الجيش الوطني الشعبي في جميع المجالات العلمية والرياضية والعسكرية، وهي امتداد كذلك لما قدمت المرأة الجزائرية من تضحيات عبر تاريخ بلادنا الطويل الحافل بالأمجاد والبطولات التي رفعت من قدر المرأة ومكانتها في المجتمع وارتقت بها إلى أعلى المراتب. الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشاد في كلماته بالمبادرات التي اتخذتها الجزائر تحت قيادة سيد رئيس الجمهورية على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري لمساعدة دول الجوار على استعادة استقرارها والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية التي تجسدت على وجه الخصوص من خلال برامج مساعدة ومنح مقاعد بيداغوجية في مختلف مستويات التكوين لأفراد الجيوش الصديقة، وكذا النقل الدوري للمساعدات ذات الطابع الإنساني. إن الجزائر كانت ولا تزال عامل استقرار وأمن في محيطها الجيوسياسي، وذلك بالنظر لتوجهاتها السلمية وعقيداتها القائمة على حسن الجوار والتعاون والتضامن ونبذ كل أشكال الهيمنة والطغيان والتعدي على سيادة الغير والتدخل في شؤونه الداخلية. في هذا الصدد أبدت بلادنا تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية جاهزيتها الكاملة للمساهمة في المجهود الدولي الإقليمي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أنواعها والهجرة غير الشرعية، لا سيما من خلال التزامها بتأمين أواصر التضامن البيني وتطوير قواعد وآليات الأمن المشترك. في هذا الإطار اتخذت الجزائر العديد من المبادرات على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري لمساعدة دول الجوار على استعادة استقرارها والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية التي تجسدت على وجه الخصوص من خلال برامج مساعدات ومنح مقاعد بيداغوجية في مختلف مستويات التكوين لأفراد الجيوش الصديقة، وكذا النقل الدوري للمساعدات ذات الطابع الإنساني. قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال اللواء سالمي باشا تطرق في كلماته إلى تخرج نخبة جديدة من إطارات الجيش الوطني الشعبي الذين تلقوا تكوينا عسكريا وعلميا نوعيا مسقولا بالسلوك العسكري المثالي المطبوع بالروح الوطنية والإرادة القوية والتضحية في سبيل الوطن، يجعلهم جاهزين لممارسة مهامهم المستقبلية بكل جدارة واقتدار. هذه الدفعات المصطفة أمامكم من بناتنا وأبنائنا المتخرجين هذا اليوم، وبفضل تضافر جهود جميع مستخدمي الأكاديمية من إطارات وأساتذة ومدربين في مختلف التخصصات والمستويات، قد تلقت تكوينا شاملا ومتكاملا مصقول بالسلوك المثالي مدفرة بدثار حب الوطن والدفاع عنه حتى آخر قطرة دم، مسلحة بسربال القسم الغالي ونخوة الجزائر الحر المقاوم. بعد أداء المتخرجين القسم، قام رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين الأوائل، حيث سلم الشهادة للمتفوق الأول من ضباط الماستر وقلد رتبة ملازم للمتفوق الأول من التكوين الأساسي سلمه سيف الأكاديمية. سلم السيد الرئيس للمتفوق الأول من التكوين العسكري القاعدي المشترك شهادة النجاح. متخرجون القسم، أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد،
أن أحترم القوانين والنظم، أن أحترم القوانين والنظم، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها أثناء القيام بوظائفي، أثناء القيام بوظائفي، ونصون المصالح العليا للأمة، ونصون المصالح العليا للأمة في كل الظروف، في كل الظروف. تسليم الشهادات وتقليد الرتب. أديان سر. المتفوق الأول من دورة الماستر، الملازم الأول ياطي عبد الرحمن. حاضر. يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. الملازم الأول ياطي عبد الرحمن، دورة الماستر. المتفوق الأول من التكوين الجامعي الطالب الضابط العامل حاسيد رميسة. حاضر. يقلده الرتبة ويسلمه سيف الأكاديمية السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. طالب ضابط عامل حاسيد رميسة، تخصص إلكترونيك. المتفوق الأول من التكوين العسكري المشترك القاعدي من الدول الصديقة والشقيقة الطالب الضابط أزيرتي سوغاي من دولة مالي. يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. تام دولة أزيرتي سوغاي دولة مالي. مراسم تقليد الرتب وتسليم الشهادات تواصلت بتقليد الفريق أول سعيد شنقريحة الرتب وتسليم الشهادات للمتفوق. المتفوق الثاني من التكوين الجامعي الطالب الضابط العامل برحال شيماء نعمة. حاضر. يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. لتتواصل بعد ذلك مراسم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين. المتفوق الثالث من التكوين الجامعي الطالب الضابط العامل خالدي عبد المالك. حاضر. يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد اللواء قائد القوات البرية.
طالب ضابط عام خازي عبد الملك تخصص ميكانيك طاقوية. المتفوق الرابع من التكوين الجامعي الطالب الضابط العامل مصباح رامي يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى. طالب ضابط عامل مصباح رامي تخصص إعلام آلي. المتفوق الأول من التكوين العسكري المشترك القاعدي الطالب الضابط العامل أشلاش توفيق يسلمه الشهادة السيد اللواء قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال. طالب عامل أشلاش توفيق تكوين عسكري مشترك قاعدي. مراسم حفل التخرج تواصلت بتسليم الدفعة المتخرجة من طلبة الضباط العاملين راية الأكاديمية للدفعة الموالية ليوافق رئيس الجمهورية على طلب تسمية الدفعة المتخرجة باسم المجاهد المرحوم العقيد يوسف الخطيب. عد تسليم وسلام العلم. وبالعلم والسلاح نحميها. جنب سلاح هك خطوة للأمام سر عديان سر. تسمية الدفعة. الملازم حسيد رميسة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. نحن طلبة الدفعة 55 من التكوين الأساسي المتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار، نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم العقيد يوسف خطيب. إثر ذلك أخلت التشكيلات العسكرية ساحة العلم فاسحة المجال للعروض الرياضية في القتال المتلاحم والحركات الرياضية الجماعية بالسلاح وبدون سلاح بالإضافة إلى تمارين كمال الأجسام. Ha ha ha!
المجد سوف نشيد صرحا لذكراه بشرشال ومرعاه اليدود. أنا الفداء للوطن عزيز النفس لن أخشى القتال. أنا الفداء للوطن على أرضه خضت النزال. تشهد البيداء والغوابي والجبال. إننا نصب دوما للوطن، إننا الحماة دوما في المحن. فالجزائر تحيا حرة مستقلة لن تبيدا. مستعد للذود عن ألواننا الوطنية وعلى قلب رجل واحد يترنمون. نحن للجزائر نحمي ونبني وندين. جددوا يا أبناء الأكاديمية وأعدوا لهم من قوة العزم كي تخشاكم الأمم. أقوياء بعزيمتنا، أقوياء بقدراتنا، أقوياء بإخلاصنا للجزائر. شعار ألماني جزائر جزائر جزائر. وهؤلاء أبناؤك يا جزائر، إنهم أبناؤك يا جزائر. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون تابع بالأكاديمية العسكرية لشرشال ضمن مراسم حفل تخرج الدفعات لسنة الدراسية 2023-2024. تابع السيد الرئيس تنفيذ تمرين قتالي بياني فصيلة في الكمين والاقتحام من تنفيذ مفرزة مختلطة للجيش الوطني الشعبي. السيد رئيس الجمهورية ومن خلال شاشة عملاقة تابع البث المباشر لتمارين بيانية نفذت في عرض البحر من طرف القوات البحرية متمثلة في تمرير تكتيكي بياني يحاكي عملية تدخل واقتحام وتفتيش لسفينة مشبوهة عابرة على طول السواحل الوطنية. مفرزة خاصة لفوج الأعمال الخاصة البحرية، فرقات متعددة المهام على متن حوامتان قتاليتان، قاطرة أعالي البحار المنجد وحوامة البحث والإنقاذ. وبأمر من قائد المهمة يتم اقتحام برج القيادة للسفينة المشبوهة بعد تأمين زوايا ضرب تقاطع قطاعات المراقبة، ليتم بعد ذلك إرسال العربة إلى تحت سطح الماء والتحكم في مسارها عبر لوحة التحكم من سطح السفينة من أجل التفتيش بدقة لقوقعة السفينة بطريقة مدروسة. تتقدم الحوامة القتالية تنقل بمهدة الاسترجاع التكتيكي مجموعة غطاسي القتال الذين نفذوا المهمة لتقديم التحية لكم. فالمجد كل المجد لشهدائنا الأبرار، والعزة كل العزة لمجاهدينا الأخيار. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. حفل التخرج توصل بعد ذلك باستعراض في القفز المظلي، كما تابع رئيس الجمهورية استعراضات جوية بمشاركة القوات الجوية لتشكيلات الطائرة المقاتلة، أكد تنفيذ تمرين حول تزويد الطائرة المقاتلة بالوقود في الجو. يتقدم أمامكم تشكيل جوي لسبع طائرات للتدريب المتقدم من طراز ياك 130 في تناسق وانسجام مثالي، لتجسد التغطية الجوية في استعراض لقدراتها العملياتية الراقية. خلال هذه المرحلة
سيستعرض أشاوس الجو أمامكم عملية التزويد بالوقود جواً لطائرتين للدفاع الجوي سوخوي 30 من طرف طائرة التموين أليوشين 78، كما تضمن طائرتان مقاتلتان من نوع سوخوي 30، وفي نفس التشكيل عملية المراقبة لهذه المهمة. وضمن الاستعراضات التي تابعها السيد رئيس الجمهورية تشكيل لوحات بالألوان الوطنية عكست مستوى عاليا من الدقة والتنسيق والاحترافية. إنهم يبدعون في تشكيل هذه اللوحات الفسيفسائية، ولسان كل طالب منهم يردد: نوفمبر شعلتنا، الوطنية مدرستنا، والتضحية واجبنا. قف! ستبقى الجزائر ثابتة بمواقفها، عاصية على أعدائها، وفية لأصدقائها، نساند القضايا بعدل وعلى حمى الوطن نذود، حتى وإن عززوا ظلمهم علينا بالجهود. نحن أناس نسدي الجميل ونرعى ذمام الصديق الودود. من ساحل الفداء نعاهدكم، من ساحل الفداء نعاهدكم، من بلادنا تباركنا صلوات الجدود. جائينا يا بلاد الجدود، رئيس الجمهورية تابع في نهاية مراسم حفل التخرج استعراضا عسكريا تحت إيقاع الموسيقى العسكرية لفرقة الحرس الجمهوري. سيروا يا نبيع الفرح والغبطة ترافقكم في ثنايا البلد، وأنتم تقفون سدا من الشرف والكرامة. أحفاد بن بلعيد، أحفاد النبلاء والثائرين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون مرفوقا بالفريق أول السعيد شنكريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيا في الختام الطلبة المتفوقين من الدفعات المتخرجة بالإضافة إلى الوحدات المشاركة في هذه الاستعراضات.
تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر المقبل، أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لحد الساعة 31 راغبا في الترشح من الأحرار والأحزاب السياسية الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في عملية ما تزال متواصلة إلى غاية منتصف ليلة 18 جويلية المقبل، وهي العملية التي سخرت لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أزيد من 14 ألف عنصر لتوفير الظروف التنظيمية الملائمة إنجاحا لهذه المرحلة. ضمن الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الأعلى للشباب لتشجيع الشباب على المشاركة القوية في الانتخابات، نظمت بولاية أدرار ندوة تحسيسية حول أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتوعيتهم بدورهم الهام في صنع القرار. وهبة دندني. سليمان دحو شاب من ولاية أدرار التحق مباشرة بالمسرح الجهوي تليلان الكائن ببلدية أدرار فور سماعه بتنظيم ندوة جهوية للفواعل الشبانية لولايات الجنوب الغربي بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب. جاني فضول أنا كشاب باش نجي نحضر لهذا الندوة ونمي من الوعي السياسي عندي. من هذا الشيء عرفت أنه لازم الشاب يمارس الواجب تاعه الوطني باش يكون كعنصر فعال في المجتمع. أنا شاب من ولاية بن عباس، نتمنى إن شاء الله الشباب يشارك في العملية الانتخابية من أجل الاستمرار العملية التنموية وكذلك فتح أكبر فرصة للشباب. أنا شاب من ولاية طمر راسط، اليوم شاركت في الملتقى الشباب بولاية أدرار، انتخابات راهي جاية وإن شاء الله الشباب يكون على وعي يشاركوا في الاستحقاق القادم إن شاء الله. ومن ضمن الأهداف الرئيسية للندوة التمكين السياسي للشباب في صناعة القرار وتوعيته بحقوقه وواجباته نحو الوطن. المجلس أطلق مبادرة هي شباب والتي شهدت حيوية وحركية كبيرة وشهدت نجاح كبير. اليوم نقيم هي شباب في مرحلتها الأولى المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية بعد انقضاء مدة المراجعة الاستثنائية، ونرسم خارطة العمل التي سنعمل من خلالها على مواصلة الجهد في مختلف الفضاءات الشبانية والشعبية من أجل توعية الشباب وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات المقبلة التي ستشهدها وطننا. ولقد شكلت ورشات عمل على هامش الندوة فتح فيها النقاش والحوار حول مختلف القضايا التي تهم شباب جنوبنا الكبير. عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام بأنه على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية. تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، وبتاريخ اليوم تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما من بينهم الرؤساء السابقون للاتحادية زاي خاء وزاي جيم وشين عين والأمناء العامون السابقون دال ميم وسين ميم، المناجير العام السابق عين ألف، ثلاثة أشخاص معنويين بجنح سوء استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسة التابعة لها. وسيبلغ الرأي العام بكل الإجراءات المتخذة في حينه. نشرتنا إذن مستمرة في اقتصادها اليوم. الرئيس المدير العام لسوناتراك يؤكد أن المجمع ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لحماية منشآته ومستخدميه نظرا إلى دوره الهام في الاقتصاد الوطني. النشرة الاقتصادية في تقديمها
منال العجل، إليك منال. شكرا لك بدر الدين. مشاهدينا نلتقي بعد جينيريك. أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، والبداية باليوم التحسيسي حول المخاطر والتهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الذي نظمته سوناتراك بمقر المجمع، حيث أكد الرئيس المدير العام لسوناتراك رشيد حشيشي خلال إشرافه على أشغال اليوم التحسيسي، أكد أن سوناتراك ملزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ التدابير اللازمة لحماية منشآتها ومستخدميها نظرا إلى دورها في الاقتصاد الوطني. وأضاف حشيشي أن الأمن السيبراني لا يقتصر على تأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل يمتد إلى تأمين بيئة التكنولوجيا العملياتية. إن سوناتراك ملزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالنظر لدورها في الاقتصاد الوطني باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية منشآتنا ومستخدميها، وكذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول وتطبيق الأنظمة المرجعية الوطنية والدولية في هذا الشأن. من أجل تحسين فعالية استراتيجيتنا في مكافحة الجرائم السيبرانية، فإنه بات من الضروري الحرص على التطبيق الصارم لتوجيهات المتعلقة بالأمن السيبراني في المنشآت الصناعية، لا سيما منها ذلك تلك التعليمات الصادرة من المصالح الداخلية والمتخصصة، وتلك التي تردنا من السلطات العليا للبلاد عبر وكالة أمن أنظمة المعلومات ISS. أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود أمس على هامش اختتام الدورة البرلمانية، أكدت أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي سيكشف عنه قريبا. مشروع الرقمنة هو مشروع جد مهم للبلد، أكيد هو اللي راح يضمن التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا للبلد. نحن أنا نرسي في القواعد الأساسية، وإن شاء الله رب العالمين عن قريب ستنشر الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي مع المشاريع اللي نقوم بها إن شاء الله في الأيام المقبلة. حيكون عندنا إن شاء الله تصريح جد مهم بالنسبة للاستراتيجية إن شاء الله. وبقسنطينة نظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ندوة وطنية بشراكة مع الجمعية الوطنية لترقية ثقافة البيئة والطاقة المتجددة تحت عنوان الريادة الاجتماعية وترقية ثقافة المواطنة، حيث شهدت الندوة مشاركة خبراء وطنيين وكفاءات جزائرية في المهجر، وذلك لمناقشة سبل دعم التنمية وتعزيزها وتسطير برامج مستقبلية في شتى المجالات. بين جمعيتنا وجمعية العلاقات والتضامن الإنساني اللي يهدف حول يعني متمحور حول الابتكار الاجتماعي تحت شعار نبتكر من أجل غدا مستدام. إيمان احنا كنديروا ريادة العمل لازم يكون عندنا من جهة أن الدعم القانوني الدعم المالي هادو يكونوا موجودين، ومن جهة أخرى لازم يكون عندنا استراتيجية تاع الأفكار اللي ناتجة من مشكلات أو تحدي موجود في المجتمع. أصبحت المؤسسات الناشئة رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، خصوصا بعد تفعيل دور الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة ودخوله على الخط بتمويله العديد من المشاريع المبتكرة. العينة من سطيف هذا الروبورتاج لسعيد بلونيس. لم تعد المؤسسات الناشئة جزءا من الحل، بل أصبحت كل الحل، حيث أبانت عبقرية أصحابها من خريجي الجامعة الجزائرية عن مشاريع ترافق التوجه العام للسلطات العمومية وبرامجها الضخمة والطموحة في مجال الاقتصاد الدائري وتحقيق الأمن الغذائي في الاستثمار فلاحياً في جنوبنا الكبير. هذه المؤسسة أنشئت في مارس 2023 في إطار دعم مؤسسات ناشئة، حيث أنه الحمد لله استفدنا من دعم تاع صندوقنا دعم مؤسسات ناشئة الآسف، وانطلقنا في هذه الورشة في شهر ماي 2023 في الإنتاج فعليا، بحيث تشغل حاليا 3 فرق إنتاج بدوام كامل، وعدنا طاقة يعني إنتاجية تلحق حتى 270 ألف متر من الأنبوب ريب التقطير هذا الإكزو هوس. هذه المؤسسة الناشئة دخلت في مجال التصدير وهي في نشأتها لما يحظى به منتوجها
من نجاعة وفاعلية، واتسعت طموحات أصحابها إلى التفكير في بعث شراكات لتوسيع نشاطها. نطور وننتج وحتى نصدر المنتوج تاعنا إلى خارج الجزائر وبالتحديد إلى تونس بعملية تصدير ناجحة، استعمال المنتوج تاعنا، وراح يكون مع خطة الحكومة الجزائرية في توفير المياه الجوفية والأمن الغذائي. إن المناخ الجد المشجع لبعث المؤسسات الناشئة ورعايتها وتمويلها بإنشاء صندوق خاص بها جعلها ترج بأفكارها ومشاريعها جل القطاعات التنموية وفي شتى المجالات عن جدارة واستحقاق. ننتقل الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت نهار اليوم. إلى أسعار النفط في العالم، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم بعدما حققت الأسعار مكاسب في النصف الأول من العام الجاري. وعلى صعيد التداولات، سجلت العقود الفورية لخام برنت ارتفاعا بواقع 0.53% لتبلغ $85.31 للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 0.51% لتستقر عند $81.85 للبرميل. على عكس النفط، شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تداولات اليوم، حيث سجلت العقود الفورية للذهب انخفاضا بنسبة 0.12% لتبلغ $2,327 للأوقية، فيما استقرت عقود الذهب الآجلة عند $2,337 للأوقية. ختام الاقتصاد بأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. بالاقتصاد نأتي إلى ختام خامسة اليوم مباشرة إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يشرف بالأكاديمية العسكرية لشرشال على مراسم تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2023-2024. رئيس الجمهورية يتابع استعراضا عسكريا لمختلف القوات عكس مستوى عاليا من الدقة والتنسيق والاحترافية لدى الجيش الوطني الشعبي. الفريق أول سعيد شنقريحة ينوه بالاحترافية العالية لجيشنا العتيد وتحضيره الجاد للكفاءات، ويشيد بمبادرات الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية لمساعدة دول الجوار.
تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة تواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، وندوات تحسيسية لتشجيع الشباب على المشاركة القوية في الاستحقاق المقبل. بدأ مشاهدينا نأتي إلى ختام نشرة الخامسة لنهار اليوم. تمام.